السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنتأمل في هذه الآيات الكريمات ونتفكر ما فيها. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الآيات الكريمات يبين جل وعلا حال الفريقين ومصير الطائفتين، فيبين جل وعلا أن من سعى إلى الدنيا وترك الآخرة فإن الله تعالى قد يعطيه سؤله، ولكنه في الآخرة من الخاسرين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فإن الله تعالى يثيبه على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. ثم بين جل وعلا أنه فاضل بين عباده في الرزق في سعته وضيقه، في العلم والسفه والجمال وغير ذلك من الأمور الأخرى. ثم بين جل وعلا أن التفاوت في الآخرة أعظم بكثير من هذا التفاوت الذي حصل بين العباد في الدنيا، فلا نسبة بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة، فشتان من هو في الفردوس الأعلى ومن هو في الدرك الأسفل من النار. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات الكريمات اشتملت على فوائد عديدة، فمن ذلك أولاً أن من أراد الدنيا وسعى لها سعيها وترك الآخرة فإن الله تعالى قد يعطيه سؤله، ولكنه في الآخرة ليس له عند الله نصيب. قال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله تعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. ثانيا، من فوائد الآيات الكريمات أن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، كما في الآية الكريمة السابقة: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: لهم درجات عند ربهم. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة 100 درجة
كل درجة ما بين السماء والأرض، وإن أعلاها الفردوس، وإن أوسطها الفردوس، وإن عرش الرحمن فوق الفردوس، ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وروى كذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، وفي رواية عفان: كما بين السماء والأرض. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، كما نرى نحن الكوكب الذي في السماء نراه بعيداً، وكذلك أهل الجنة يرون أصحاب الغرف في منازل عالية. قال الصحابة: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ثالثاً، أن الجنة درجات كما أن النار دركات. قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. رابعاً، أن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ثواب الدنيا والآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل الله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له عند الله نصيب. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.